للتعليق على موضوع الانتخابات ينضم إلينا عبر سكايب من هلسنكي المتحدث باسم الحركة الشعبية لمقاطعة الانتخابات الأستاذ أنور القسام. أهلا بكم أستاذ أنور إلى استوديو الرافدين. يعني هناك تضارب بنسبة المشاركة في انتخابات اليوم بين 25% إلى 30%، ما هي أسباب عزوف الناس عن المشاركة؟ تحياتي لكم لقناة النجوم المغقرة. حياكم الله. أكون صدى بالصوت يصير عندي. النسبة المشاركة حتى وإن وصلت 30% أو 35%، فهي خلي يكون بالمعلوم، هو اللي حدثوا بطاقاتهم هم 11 مليون من أصل 24 مليون. فنسبة المشاركة تعتبر يعني أقل من ال 20% لو تحسبها، يعني لأنه حتى وإن قالوا هسه آخر التصريحات اللي وصلت هسه قالوا 40%، وحتى ال 40% ما توصل لحد 20 22 الى 25%، لانه اللي حدثوا بطاقاتهم هم 11 مليون من اصل 24 مليون. فمن 11 مليون 40%، وانت احسب، يعني انت احسب، فالعزوف والمقاطعه انتصرت، يعني نصر المقاطعه اصبح واضح امام وسائل الاعلام، لكن هم يزورون بالنتائج. أكثر الأجهزة البيومترية لا تعمل، نعم، خدعوا الناس بها، مثل ما خدعونا بالسونار هذا اللي يخلوه بالسيطرات أبو الزاهي بعقد قيمته 300 مليون دولار. المفوضية تعلن نسب متضاربة، كل قناة إعلامية تعلن نسبة بشكل. خروقات التزوير في اكثر، سجلت اكثر من 40 محطه انتخابيه خروقات تزوير. هناك اصبح قتال في بعض المحطات الانتخابيه بين سائرون والفتح وغيرها من القضايا، واجبار المقاتلين، اجبار الجيش على التصويت. هاي كلها خروقات تتعارض مع الديمقراطية وتتعارض مع العملية الانتخابية. أستاذ أنور، يعني في دعوتكم لمقاطعة الانتخابات، هل شهدت هذه الدعوة صدى شعبي لمستموه في الانتخابات اليوم؟ طبعا استاذ مصطفى، انت تعرف اني ذاك اليوم قلت لك قول 60 فوق ال 60 ولا تخاف، ومثل ما وعدتك صار، وشفتوا انتم بعيونكم من خلال وسائل الاعلام كيف ان الاقبال ضعيف جدا. انا قبل قليل كنت دا ابارك للجماهير بانتصار ثوره المقاطعه. طبعا استاذ مصطفى، الشعب العراقي اطاهم لهؤلاء الفاسدين حجمهم الحقيقي، دا يعرفهم حجمهم الحقيقي شنو، حجمهم بالشارع شنو، رغم المال السياسي، رغم الاعلام، رغم التزوير، رغم ميليشياتهم، كل هذا وما قدروا يوقفون أمام إرادة الشعب. نعم. في الحديث عن التزوير أستاذ أنور، يعني هناك اتهامات بالتزوير بين فرقاء العملية السياسية، في أي إطار من الممكن وصف عمليات الادعاء بعمليات التزوير فيما بين الفرقاء؟ عفوا كرر سؤالك. أعيد السؤال، فرقاء العملية السياسية اتهموا بعضهم بعمليات التزوير، كيف من الممكن وصف هذه الاتهامات؟ نعم، لأنهم كل الفرقاء اللي أنت تتحدث عنهم كلهم مدت إيديهم بالتزوير، فواحد يعرف الثاني. تعرف أنت، إحنا عندنا مثل عراقي يقول الحرامي يعرف صاحبه، يعني الحرامي يعرف صاحب الحرامي، فواحد قام يتهم الثاني لأن واحد يعرف الثاني أنه هو دا يزور. فهاي الشغله مو غريبه، انه وصلتنا اخبار انه هناك محطات انتخابيه صار بها مواجهات مسلحه، واحد يتهم الثاني بالتزوير. وهذا دليل، هذا يعطيك ادله على فشل الحكومه القادمه، بل فشل العمليه السياسيه، بل فشل الانتخابات. نعم. الاستاذ انور القسام المتحدث باسم الحركه الشعبيه لمقاطعه الانتخابات كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.